مساء الخير. نافسوا مع بعض بشكل كتير كبير ووصلوا مرتين لنهائي بطولة لبنان لكرة السلة، ولقاءاتهم صارت أفيشة كبيرة ببطولة لبنان لكرة السلة. عم نحكي عن فريقي الرياضي وهمات من الرياضي على أرضه بقاعة صعب سليم بالمنارة اللي اليوم عامل فول هاوس بمواجهة فريق هومنتمن. إذا بدنا نحكي عن تاريخ الفريقين، دائما التاريخ كان عم يكون لصالح فريق الرياضي اللي عنده أدفانتج كبير على فريق هومنتمن من 93 لليوم، والمفارقة الكبيرة على قاعة صعب سليم بالمنارة أدفانتج كبير هو لصالح فريق الرياضي اللي ربح ب 28 مباراة 26 مرة، مرتين بس قدر فريق هومنتمن يربح بهيدا الملعب يلي موجودين فيه اليوم. لنشوف اليوم المواجهه كيف رح تكون بين الفريقين. رح بلش مع المدرب الضيف المدرب جون جاعس. كوتش، يعني اليوم مواجهه قويه، الجمهور كله ناطرها وعم نشوف فول هاوس بفريق لفريق الرياضي، كيف محضر مباراه اليوم؟ محضرين كثير منيح منتلي لانه لعبنا الاحد، يوجوالي تاكتيكلي ما بتحضر كثير بتو جيمز، بس منتلي وريدي لانه مواجهه رياضي. اذا بدنا نروح للاخر رح نواجهه كذا مره، سو منتلي وير بريبيرينغ اور سيلف تو بي ذير. قد ايه صعب تلعب بالمناره خاصه اذا نحكي عن تاريخ الفريقين؟ نادرا لقدر هومنتمن يربح بالمناره. دائما كل واحد كان عم بحافظ على الهوم كورت ادفانتج وهي قوه الفرق. باللعب بالمناره دائما صعب، بس بدنا نجرب كل الاحتمالات لنجرب نربح. موفق كوتش جو. كوتش احمد، يعني طلبت من الجمهور يعمل فول هاوس بالمناره، صح؟ عملوا لك فول هاوس كمان، خدمنا كوتش جو، بتشكره هو اللي عمل الفول هاوس مش انا. لما قال نزل على المناره اكيد طبيعي، هذا الشيء بحمس الجمهور، يعني هو حقه اكيد، كل مدرب بده يربح ان كان هون ولا برات هون، سو هذا الشيء بيعتقد عطى دافع اكثر للجمهور، وهيدي الباسكت الحلوه يعني، وهذا الماتش له رونق كثير كبير يعني لا شك بالسنوات الماضيه، سو حلو كمي من دربي من دربيات تبع نوادي البيروتيه، لا شك الله خير. لا شك اختار الانديه البيروتيه اكيد اكيد، يعني اليوم عم نشوف عوده وائل عرقجي، رح يشارك اليوم ان شاء الله باذن الله، بدنا نجرب اساسي ولا مش اساسي؟ لا مش اساسي اكيد، سلولي سلولي بدنا نفوته بالجو. وائل تقريبا صار له ثلاث اسابيع وشوي ما لعب، اخر يومين تمرن كثير منيح، فان شاء الله اليوم نقدر نعطيه شويه مينتس. كوتش بالمناره نادرا جدا لقدر هومنتمن يربح هون، مرتين بس بتاريخ لقاءات الفريقين كلها. اخر مره كانت 2017 نهائي بطوله لبنان، صعب كثير يربح ب 17 ايار 2017 100%، سو اكيد ان شاء الله احنا بدنا نضلنا قادرين انه نحافظ على نظافه ملعبنا اجينست ضد فريق هومنتمن. ان شاء الله خير، ليك جاهزين ومحضرين، اخر مره لعبنا من اسبوع سو تمرنا كثير وتحضرنا كثير، ما عندنا اي سبب واي عذر انه ما نلعب ونربح. موفق كوتش احمد فرام، بروح بسرعة على زميلتي جاجا. غياس، يعني مواجهه منتظره والفريقين عينهم على الفوز اكيد، تيضلوا كلوز تو ذا نمبر 1 سيد. هاي سمعه. هاي جاجا. سمعه سبق ولعبت مع فريق الهومنتمن وكمان يعني مع كوتش جو، برايك هو حافظك لدرجه يقدر يحد من خطورتك اليوم؟ خطورتي انا؟ هي الفكره انه اول شيء ان شاء الله بنتمنى انه يطلع جيم باسكت حلو العالم تحضره وتنبسط بالباسكت بول، بالاخص انه فريق هومنتمن بلش يرجع على الطريق مع هيدا مع اولتر هوتش. اوكي، فهي مش شغله خطورتي ان شاء الله، خطورتي رياضي هلا بكل لعبته مش بشخص واحد، وهيدا اللي عم نشتغل عليه اذا الله راد بالفترات الجايه تنرجع على الطريق الصحيح. قد ايه مهم سمعة توقفوا الباك دور باسز يلي نجح فيهم فريق الهومنتمن باخر تو جيمز؟ لا هو المهم نوقف الكي تبعهم، وانه لانه هو فعلا عقل كثير مدبر للفريق، اذا شلتيه برات الجيم كثير بتريح حالك، فان شاء الله متحضرين على الديفنس لانه هو اليوم مفتاح الربح اذا الله هو الديفنس بالذات على ملعبنا مع جمهورنا. شكرا لك وبالتوفيق. هي وول، ثانك يو ثانك يو، ايفريثينج جود. You had a good game facing Antranik, but you guys had 15 turnovers, which is a high number to coming to a game facing Riyadh. How did you guys prepare for that? We just have to do a better job moving the ball and trying to get more shots than we did before. We did a great job in practice the whole week, so we prepared. Your team needs you to be a clutch player, and also they need you to keep your teammates involved in tonight's game. Are you up for the challenge? Yeah, we're up for the challenge. We're looking forward for the game, and we're ready. Thank you so much. يعني غياس الرياضي على ارضه وبين جمهوره ما في ولا اي فوبا، حاضرين لها وفريق الهومنتمن اكيد بده يسرق هذا الفوز تيضل قريب من التوب 4 تيمز. رح نشوف مين رح يحسم النتيجه على ارض الملعب.
حكام المباراة الثلاثة جاجا اليوم رح يقودوا الجيم، هن رباح مجام عادل خويري وسيرجو كساب، هن رح يقودوا مباراة اليوم. كنت عم بحكي انه مرتين قدر فريق حماد من يربح بهالملعب، بتسعة ايار 2016 فاز بفارق 14 نقطة 72-86، ب 17 ايار 2017 فاز بفارق 3 نقط 82-79. اكس مارت ستارتنج لاين ابس، عم نشوف امير سعود، كريم زينون، كيكانوفيتش، علي منصور وسني سكاكيني. هيدي تشكيلة فريق الرياضة والمدرب احمد فران بهيدي المباراة. تشكيلة المدرب جوم جاعس عم تكون مؤلفة من جيمي سالم، جاد خليل، والتر هاد، جيرار حديديان ودي جي دوين جاكسون. بلش سمول بول المدرب جوم جاعس بهيدي المباراة. الرياضي حاليا يلي عنده افضل فريق بدافع بالليج 69 نقطه بتتلقى سلته بالمباراه الواحده، راح يواجه ثالث افضل فريق بهاجم بالبطوله يلي هو فريق هومنت مان مع معدل 89 نقطه فاصل 8. عم نشوف جمهور الالتراز يلي عم يفرجونا لوحه حلوه كثير بقاعه صعب سلين، صعب سلين بالمناره قبل انطلاق المباراه. واليوم الالتراز لابسين ازرق. وبتنطلق المباراة، اللاعبين العشرة صاروا على أرض ملعب. بدنا نقول مبروك لفريق الشانفيل يعني من وقت قليل فاز على فريق هوبس بمباراة صعبة ومتقاربة بفارق 6 نقط 85-79، بينما فريق أورغان ببطولة وصل بمجموعة فريق الحكمة عمل فوز كبير جدا بإيران على الاتحاد الأهلي الحلبي 121-70. إذا بطل إيران عم يفوز. النشيد الوطني اللبناني افتتاحه. الحلبي بكره مباراة كبيرة بين الحكمة والنفط العراقي بمدينة بغداد لايف على شاشة ام تي في ابتداء من الساعة تقريبا 5:30 نحن وياكم. المباراة بتنطلق على 6:45 ثواني قليلة وبتنطلق مباراة اليوم. نشوف المواجهة بين جيرار حديديان وكيكانوفيتش. يلعب بتشكيلة سريعة المدرب جوم جاعس والبوزيشن الأولي بيكسبها الحديديان. جيمي سالم عم يدافع على اليمين، كريم زينون بك من جيرار حديديان، عم يلعب مش على التمرير ذكي الاسيست يا جيمي يا سالم، حلو الاسيست والخليل بيسجل اولى نقاط المباراة. براشر من والتر هاج على علي منصور، من تو من بلش المدرب جوم جاعس. عم نشوف امير، امير بيختار، شو هيدا يا امير؟ البرنس الهدف الكبير عم يسجل اولى نقاط فريق الرياضي. كريم دائما عم يدافع وهون مقطوعه من دفاع فريق الرياضي. فاست بريك مع المنصور بمر لامير، امير بفضيله كيزي بياخذ تلاستيدي الثلاثيه وبيسجل الزيمون اولى نقاط لكيزي الثلاثيه الاولي بالجيم بتمريره من البرنس. الرياضي عم يتقدم بفارق ثلاثه حاليا. والتر هاج دائما مع علي منصور يلي واضح جدا المهمه الدفاعيه اللي عطيها المدرب فرام بالترافيك دبل تيم بيعطي التمريره بطريقه خاطئه. امير سعود بيعمل ستيل التمريره سريعه، كيسي بسدد الثاني هالمره ما بيسجل. كيكانوفيتش كمان ما بينجح بالاوفنسيف ريموند الخليل بالريموند الدفاعي فاست بريك. جيرار حديديان بنزل الفرقة لنقطة سريعة. بلش المباراة تمريرة ممتازة كانت لجيرار حديديان، قدر استفاد من الأسيست نزل الفرقة لنقطة. أكيد كيكانوفيتش بده يجرب يكسر هو والسكاكين السمول بول يلي عم يلعبها المدرب جوم جاعس. عم يلعب بجيرار حديديان على الفايف، بدوين جاكسون على الفور، يعني بالديفنس عندهم صعوبة بس بالأوفنس عندهم مساحات كبيرة ممكن يستفيدوا منها. وهيدا اللي عم بقوله، يعني عم تشوفوا
كيف عم يقدروا ياخذوا اوفنسيف ريباوندز لاعبين فريق الرياضي، خاصه مع اللاعب البوسني كيكانوفيتش يلي قادر يعمل فرق بالسايز، وشفنا هون كيف قدر يستفيد من ثاني تشانس لفريقه. علي منصور بمرر للبرانس، امير سعود يعطي التمريره مقطوعه من جيمي سالم، شوفوا السرعه سرعه فريق هومنتن، وفي خطا ذكي لصالح جيمي سالم، خطا ذكي عمله امير، وقف في فاست بريك. المدرب جون جاس عم يطلع عم يقول له الحكم بدي اون سبورتمان، لكن هون عم نشوف كمان عمر الترك، عمر يلي هو مدرب فريق الرياضه للسيدات، لاعب الرياضي السابق دي جي ويت، عم يطلع له لجيمي سالم، يعطيه اوبن شوت، بسدد بسجل السالم، وفريق هومنتن عم يتقدم بالجيم بفارق نقطتين. كيكانوفيتش، شوفوا كيف نزل والتر على الهلب. هون بتصور في تغيير دفاعي، يمكن شفتهم عم يلعبوا ماتش اب زون، كانه علي منصور شو هالديفنس عم يلعبها فريق هومنتن. امير سعود كسر كل شيء، ما هو الامير، هو الفرنس يلي ما بينترك ولا لحظه ولا عشر من الثانيه. اول ثري بوست لامير سعود. هون بدي اقول معلومه انه اليوم جيمي سالم كمان عم يلعب دايما على اللو بوست. جيمي من اللاعبين، صحيح يمكن ما في فرق بالطول بين امير سعود وجيمي سالم، بس جيمي بيقدر يلعب اللو بوست. شوفوا كيف عم ينزل على امير لتحت السله، قدر ياخذ منه الخطا. بدنا نقول شغله بالنسبه ل، وهون اكيد عم نشوف نجوم كره القدم، نجوم المنتخب اللبناني، نجوم نادي الانصار علي السيسي وحسن معتوم يلي اليوم موجودين على المنصة ليتابعوا مباراة فريق الرياضي وفريق هومنتن. حلوة هيدي الخلطة، نشوف دايما لاعبي كرة قدم بملاعب كرة سلة، والعكس صحيح. جيمي بسجل فريت، واحدة من اثنين لجيمي، بعدل الأرقام. إذا بمسابقة ملك طوق، يوم ملك طوق أعلنت إنه يلي بسجل 6 3 بوينتس اليوم هو الملك. أنت الملك اليوم على 6 3 بوينتس ليربح 1592 دولار. فرصة كبيرة اليوم، إذا حدا من اللاعبين يربحوا جائزة أنت الملك مع ملك الطوق. جاد خليل. جاد خلي الطابة معه، وين جاكسون؟ دي جي عم يطلع الطابة لأمير، مقطوعة تون أوفر جديد على فريق هومنتن. أمير سعود بحافظ على الطابة، أمير بروح على السلة، بسجل سعود. شو هالأمير هيدا؟ شو هالأمير هيدا؟ 7 نقط عم يسجل لسعود من أصل 10 لفريقه، 70% من نقاط فريق الرياضي عم يسجلها نجمه البرنس ودوين جاكسون بيرد، وبسجل أولى نقاطه بالجيم، نجم المباراة السابقة بالدوربي الأرمني، صاحب النقاط ال 35، بسجل حاليا اولى نقاطه بالمباراه. الطابه بتطلع لبرا للسكاكيني، اللاعب الفلسطيني بينقل له اياها لكريم زينون، كيكانوفيتش او عفوا السكاكيني بصعوبه بيستلم، كريم بفضيه للسكاكيني يلي بعد عنده 5 ثواني، ساني بياخذ التسديد الثلاثي، الديفنسيف ريباوند لدي جي، دوين جاكسون بلم الريباوند. دوين عم ياخذ تسديده سريعه، ما بتنجح من دوين جاكسون، الريباوند لصالح كريم زينون. تعادل الفريقين بعد 4 دقائق ونص تقريبا من انطلاق المباراه. امير سعود عليه براشر من جاد خليل، كيكانوفيتش بده يجرب يلعب على جيرار، ما بيسجل. جود ديفنس يا حديد يام، جود ديفنس من جيرار حديد يام، والفاست بريك مع وولتر هودج، بفضل يلعب على السنت اوفنس. جيمي سالم يعطي دوين جاكسون، السكاكين عم يدافع عليه، شوفوا كيف بده يجرب يلعب عليه، اسرع منه هلا حيقدر يتخطاه. دوين جاكسون بيخترق، بمرر الطابه بتوصل لمين؟ مش لحدا، بتبقى لصالح فريق هومنتن يلي عنده 4 ثواني بس. شوف جابرييل مول يلي عم يتابع المباراه بارض الملعب. جيمي تسديده ثلاثيه للسالم، الريباوند لصالح علي منصور،
بطلع الفاست بريك علي، وهون بقدمه للاعب نادي هومتن البوزيشن رح تبقى لصالح فريق الرياضي. سكاكيني عم يعطي امير، دائما معه جاد خليل، امير بياخذ تسديده صعبه هالمره ما بيسجل، الريباوند لوالتر هاج. والتر هاج بيخترق بمر لمين؟ لصالح جيمي سالم، كمان تورن اوفر، عم يعملوا كثير تورن اوفرز وممكن هيدي تكلفهم، وهيدي الايزي باسكت، ايزي باسكت لصالح علي منصور. شفنا دفاع كمان عضو الهيئه الاداريه بنادي الرياضي سيف دياب، يعني شفنا التورن اوفرز اللي عم يعملوه فريق عمدمن بلش يكلفهم غالي. والتر بمرر لجيرار تحت السله، جيرار حديد يوم ما بينجح بالاول الثاني كمان ما بينجح بلم الطابه، جيرار حديد يوم بياخذ الخطا الثالثه ثابته للحديد يوم من اوفنسيف ريباوند بياخذ الفاول. شوفوا كيف قدر، مش معقول جيرار على كيكانوفيتش فرق كبير بالسايز، قدر ياخذ اكثر من اوفنسيف ريباوند بفرد هجمه وقدر ياخذ مع الفاول. الفري ثرو الاولى عم يضيعها جيرار، برسنتج الفري ثرو هالموسم منه كثير منيح عند جيرار 59%، 10 من 17 قبل هالجيم. عم يسجل وحده من اثنين جيرار، نقطته الثالثه بالجيم. عم نشوف تبديل بصفوف فريق الرياضي، ماني هاريس، هايكل جوكشيا يلعب بتشكيله كمان، يعني عم يجرب يلحقوا شوي للمدرب جون شاعس. يلي عم يصير انه هايك رح يكون هو على الفور، ماني هاريس رح يكون سمول فورورد بس طويل، هون رح يصير عنده مس ماتش شوي اللاعب ماني هاريس. ترك كيكانوفيتش على ارض الملعب، هايك من الاتمت الاولى ما بيسجل، هايك كمان بلم الاوفنسيف ريباوند كيكانوفيتش وفي خطا لصالح كيكانوفيتش. جاري شيفيشيان على مقاعد التبديل، عم نشوف جاري اللي سجل 5 من 8 على الارك امام فريق الانطونيه بملعب نزهر، سعاده النواب وضعها الصادق وهدوب تيريزيان، حضور رسمي كمان بالملعب. في كانوا مش بضيع الفري ثرو الاولى، بسجل الثاني كيكانوفيتش، اول نقطه لكيكا. بعض الافضل تشيلا الامير سقوط بسبعه، والتر هاج جيمي سالم عم يستلم، صار عم يدافع عليه ماني هاريس، شيل كان عم يقدر يعمله جيمي سالم على البوست تحت السله ما راح يقدر يعمله مع ماني هاريس. وحلوه شو هيدي يا جيرار، اي لاف ذيس جيم يا حديد يا جيرار حديد يا بسرعه، ما حدا انتبه عليه ما شافوه غير اخترق. شوفوا شو عمل، شوفوا البيك اند رول، شو حلوه التمريره من اللاعب والتر هاج، بس الطريقه الدربل يلي عمله جيرار حديديان وقدر يقطع عن ماني هاريس ويسجل بطريقه استعراضيه. نقطه الخامسه بتعدل الارقام، كي زي توصل لكيكانوفيتش تحت السله، كيكانوفيتش ما بينجح، الطب كمان ما بتنجح المره، جيمي سالم يعمل كنترول على الديفنسيف ريموند، جيمي ما قدر يلعب الفاست بريك، شفنا ترانزيشن ديفنس ممتازه للاعبين الرياضي بتخلي فريق مومنتم يلعب على السيت اوفنس. بالمان تو مان اللي عم يلعبها من بدايه الجيم المدرب احمد فران، دوين جاكسون عم يسجل دوين نقطته الرابعه. البيك اند رول بلشت تنجح اكثر واكثر عن لاعبي فريق مومنتم، خاصه من المعلم والتر هاج، يعني والتر هاج واحد من افضل الجاردز اللي بيقدروا يلعبوا البيك اند رول، اذا سكرين ركب مظبوط وانعمل معه الرول هو يعد من اللاعبين المميزين جدا بهيدا المجال. عم نشوف ماني هاريس يلي عم يقدر ياخذ الخطا، رح يكون عنده اثنين فري ثرو ماني هاريس، 73% برسنتج الفري ثرو له بهالموسم، 17 من 23 مسجل قبل هيدي الجيم، بسجل فري ثرو الاولى. عم نشوف رئيس مجلس امناء الفريق الرياضي استاذ اسعد السقال
الى جانب طبعا رئيس نادي الرياضي بيروت استاذ مازن طبارة. الاولى بسجلها ماني هاريس، الثاني كمان بيرجح فيها بعد الارقام على النقطه 15 والتر هاج. علي منصور البريشر يلي عم يعملها من بدايه الجيم، دائما مهمته الدفاعيه كبيره يلي بيعطيه اياها المدرب احمد فران. جيمي سالم تسديده ثلاثيه ما بتنجح. هاريس على الريبا، ماني هاريس هاي هذا عم تبرم كيكانوفيتش، دائما عم يدافع عليه جيرار حديدي على الهلب من دوين جاكسون. قادر مرر، قادر مرر لما يكون في هلب، يعني في لاعبين على لاعب، يعني في لاعب فاضي. القط ممتازه كانت ونقطتين لصالح فريق بوقت جاري. جاري عم يسجل من الاتمت الاولي له بالجيم، كثير انحكى عن هاللاعب، كثير انحكى عنه. جاري عم نشوفه حاليا عم يسجل اولى نقاط نقاطه بالجيم بوقت كمان مقطوع من جاري. جاري هون تحت الضغط بمرر لوالتر هاج، تمريره بتوصل لدوين جاكسون. دوين بطلع الطابه لبرا، بعد عندهم 10 ثواني بهالهجمه. جاري شيفيجيان 193 سنتيمتر، خلينا نتابع هون والتر هاج ميد رينج شوت بسجل هاج. والتر اولى نقاطه بالجيم، عم يطلع الفرق لثلاثة لصالح فريق حنبل. أقل من دقيقة لنهاية الكوارتر الأول. لهلا الكاركتر يلي عم يلعب فيه المدرب جون جاهز عم يكون عنده فعالية على حساب لاعبي فريق الرياضة. علي منصور، علي منصور بيوصل على السلة، بيوصل بيوصل المنصور، عم يسجل علي منصور بوقت هون. ما بعرف هون شو عم يصير، عم يصير هلا بنرجع نشوف الريبلاي لانه ما قدرنا نعرف. شفنا كانه في تراشق بين والتر وعلي منصور. رح نرجع نشوف الريبلاي شو صار. هون علي سجل، وائل عرقشي على ارض الملعب. يعني اكيد رح يكون فيها تنشن كثير الجيم، في بريشر واضح جدا. النتيجه اكبر برهان، نقطه تقدم لصالح فريق عمدمن بقعد صعب سليم بالمناره. القلعه التاريخيه للنادي الاصفر يلي ما خسر عليها امام فريق عمدمن بتاريخ نكايته الا مرتين من 28 جيم. والتر هاج بسدد عن الارك، الريباوند لصالح ماني هاريس، تاني ريباوند لهاريس. اخر ثواني الكورنر الاول، وائل عرقشي بيخترق ما بيسجل. وائل يلي بيسجل هو كيكانوفيتش، بيسجل كيكانوفيتش اولى نقاطه بالجيم، بيعطي التقدم للفريق الرياضي بالثواني الاتنه لنهايه الكورنر الاول. 21 رياضي 20 فريق عمدمن. المباراه حماسيه، المباراه صاخبه وضجه يا دني. So if you're running any offense, you don't
الفريق رح يرجع على ارض الملعب. والعراجي بالثواني قليله بعد دخوله على ارض الملعب قدر اخترق وصل على السله ما سجل بس خلق سبيس لكيكانوفيتش ليتابع بفينجر شيب ويعطي تقدم لفريقه بنهايه الكوارتر الاول. والامر يلي لفت لنظري كثير لهلا بالجيم الجنس اللطيف اليوم مزين المدرجات كلها من شمالها لجنوبها. الامر اللافت يلي لفت لنظري هو لما صار احتكاك بين علي منصور وولتر هادج اذا بتطلعوا بالبنشين ما حدا تحرك وهيدا شيء كثير حلو وشيء كثير صحي. كيكانوفيتش طابي وصل لكيكانوفيتش بياخذ الخطا رح يكون عنده اثنين فري ثرو من اكثر اللاعبين يلي بيسجلوا بالدقيقه الواحده هو وسيرجو درويش الافضل تسجيلا بالدقيقه 0.8 الرقم الاعلى لهلا بسنبس بطوله لبنان. بسجل كيكانوفيتش 2-2 نقطه الخامسه بالجيم. وولتر هاج تعادل من ثلاثة لصالح الرياضي. جيرار كان عم يحضر السكرين بقول له وولتر ابعد عني بعد وين هو اللي بيطلع على السكرين بجرب يلعب معه تورن اوفر جديد كثار صاروا تورن اوفرز وهيدي فاست بريك. ماني هارس تحت السلة بسجل شو حلو هالموف يلي عمله ماني هارس أربع نقط لهارس خمسة تورن اوفرز على فريق هومنتمن يعني المعدل تقريبا 14 اذا كملوا بهالشكل رايحين لرقم كبير ما فيهم يلعبوا بالتورن اوفرز امام فريق الرياضي اللي بيقدر كثير يستفيد من الفاست بريك اللي بيقدر يستفيد كثير ببوينتس فروم تورن اوفرز ولهلا عندهم تسع نقط من التورن اوفرز فريق الرياضي من 25 مسجلينهم من تورن اوفرز عملوه فريق هومنتمن. ماني هارس معه جاد خليل بالديفنس وولتر عم يدافع على وائل عراجي وولتر بحط براشر وائل بفضي لبرا لهايك هايك عم ينزل لكيكانوفيتش مواجهه هو وجيرار حديديا ما رح يقدر يهديه لوقت طويل اللاعب جيرار حديديا ما بعرف قد ممكن يتاخر المدرب جون جاعس ليستعين بالراعب باللاعب رافائيل بوتلي كيكانوفيتش بلش يعمل الدمج تحت السلة سبع نقط لكيكانوفيتش أفضل سكورر بالجيم. جاري ميدري شوت جاري ما بينجح والريباوند دفاعي لهايك جوكشو كمان مرة جديدة كريم زينون كريم هون الحكم قلت خطأ واثنين فريتو الخطأ على مين؟ الخطأ على خالد خليل تقدم سبعة بسجل كريم نقطة الرابعة بالجيم داري ما بينجح فيها دي جي على الريباوند وين جاكسون دي جي دي جي بيعمل موف حلو كثير خاطئ لصالح دوين جاكسون وين من اللاعبين يلي بيقدروا يلعبوا السمول بول اذا لعب على الفور او على الفايف لانه بيقدر يلعب من برا لجوا بيقدر يسدد بيقدر يتحرك بشكل سريع اذا لاعب ارتكاز عم يدافع عليه بيقدر يسمعه هيدا اللي عم يجرب يعمله دوين جاكسون من الفاول بسجل الفري ثرو الاولي أول نقطة لهومنتمن بالكوارتر الثاني. وين بسجل 2-2 نقطة السادسة بالجيم إسماعيل أحمد على ما يعد التبديل عم ياخذ تعليمات من مساعده للمدرب فران المدرب يموت. إسماعيل بدلا من كيكانوفيتش خطأين على كيكانوفيتش مثل ما كيكانوفيتش عنده أدفانتج بسمول بول يلعب تحت السلة بالأوفنس
بصير في صعوبه كمان بالاوفنس لانه رح يكون اللاعب اللي عم يلعب ضده اسرع مثل ما قدر عمل دوين واخذه على الفاول. وهون انجبر المدرب فران يعمل التبديل لانه صار عنده خطأين. كيكانوفيتش هايك هايك بيعمل موف بسجل هايك بسجل اول سله لهايك جوكشان. جاري بمرق لوالتر هاك بيدرين شوت بسجل والتر نقطه الرابعه بتمريره من جاري. الفرق بيرجع بينزل لست تورن اوفر على فريق الرياضي. جاري عم يسدد عن الارك سريعه كثير يا جاري سريعه جدا. تحت السله اسماعيل احمد اسماعيل احمد عليه لاعبين السمعه هيدا السمعه هيدا السمعه تحت السله ضبوا عليه لاعبين بسجل عليهم اللاعب اسماعيل احمد وبيرجع بيطلع الفارق لثمانيه. كمان جاري لدوين جاكسون دوين بيعطي جيرار تحت السله حلو حلو الفينش يا جيرار. سبع نقط لجيرار بتمريره من دي جي. رجع الفرق نزل لسته. وائل عراقجي وائل عم يخترق عم يطلع الطابه لبرا عند اسماعيل. جيمي سالم على مقعد التبديل تحت السله هايك في مس ماتش لصالحه بفضل يطلع على برا. اوبن شوت لماني هاريس اوبن شوت لماني هاريس ريبون كمان لاسماعيل تحت انظار جيرار ودوين جاكسون بيقدر ياخذ الاوفنسيف ريبون اللاعب اسماعيل احمد وبيقدر مع كمان ياخذ الفاول. عم نشوف قد ايه عم يقدروا ياخذوا منهم فرص ثانيه وثالثه بكل هجمه. وولتر هابش بيريحوا المدرب جوم جاس بيستبدلوا بجيمي سالم وفريق عمتر عم يلعب باجنبي وحيد هو دوين جاكسون. دي جي بيخترق بمر لجيرار حديد يوم بيعمل فيك على السمعه. حلوة يا جيرار حلوة يا جيرار. تسع نقط لجيرار الخارق اليوم سوبر جيرار حديد يعصر برصيده تسع نقط حاليا هو هداف الجيم. نزل فرق الأربعة هاي ما بينجح بالتسديد الثلاثية. تيم ديفنسيف ريباوند لهومنتمن تبديل بصفوف فريق الرياضي. أمير سعود على أرض الملعب أفضل سكورر بفريق الرياضي حاليا بيرجع على أرض الملعب. خمس دقائق حتى نهاية الكوارتر الثاني. دي جي عم يمرر للخليل جاري يستلم جاري بيدرين شوت بسجل جاري نقطة الخامسة. بدأ يلاقي حاله أكثر وأكثر اللاعب جاري يلي كان كل حياته بالولايات المتحدة إن كان مع إيداهو ستيت يونيفرسيتي أو يونيفرسيتي أوف باسيفيك لعب بالان سي اي ديفيجن 1 هلا بنحكي عنه أكثر لجاري شيفيشيان يلي استقدم فريق هومنتون بهالموسم. بوقت ماني هاريس بضيع المحاولة كمان أوفنسيف ريباوند هالمرة ما بيسجل. البوزيشن رح تكون لصالح فريق هومنتون لو عم يقدروا فريق هومنتون يلموا كل الديفنسيف ريباوندز كانت النتيجة مغيرة لأنه فريق الرياضي عم يكون عنده أكثر من فرصة بكل هجمة مع أنه ما عم يقدر يسجل كل السكند شانس اللي عم يقدر ياخذهم. تايم أوت للمدرب فران أو عفوا للمدرب جون جاعس. لهلا قدروا عملوا لاعبي فريق الرياضي المفارقه الكبيره وركزوا شو رح لكم من ال 15 ريباوند للرياضي عاملين اوفنسيف اكثر من ديفنسيف 8 اوفنسيف ريباوند 7 ديفنسيف ريباوند. تخيلوا لو هومنتمن لموا كل الريباوند الدفاعي لهم كان عندهم فرص اكثر بالهجوم اكيد النتيجه كانت رح تكون مغيره. Thank you.
برهان اللي عم قوله الرياضة أخذوا لهلا 30 أتمت 21 لهومنتمن أخذين 9 زيادة فريق الرياضة على حساب فريق هومنتمن هالمرة حديد يوم ضيع المحاولة مع أنه صراحة وصلوا له إياها بطريقة ممتازة بالبينت لحتى يقدر يسجل أقل من 5 دقايق لنهاية الكوارتر الثاني وائل بعضهم عم يلعبوا بأجنبي واحد فريق هومنتون يلي هو دوين جاكسون عم يريح والتر هاج بوتني ما شفناه بعد بالجيم هيدا بدل انه مصر على الكاركتر ريباوند لصالح جيرار حديديا جاد عم يطلع على التمريرة هايك عم يدافع على دوين جاكسون دي جي بيستلم دي جي في دبل تيم عليه بمر لجيرار حديديا جيمي سالم الطابة برمت بشكل سريع بعد الدبل تيم كان عندهم تشانس يقدروا يسجلوا ايزي باسكت لكن دوين جاكسون مع رأسته بسجل نقطة التاسعة اول 3 بوينتس له بالجيم بيطلع الفرق لصالح فريقه بالنقطة 33 32 هلا كامباك عملوه هلا كامباك عملوه ريباوند دفاع هالمرة لجيمي جيمي سالم بالباس كمان مع مر لدي جي هالمرة ما بسجل دوين جاكسون تمريرة طويلة بتوصل لهايك جوكشا يعمل موف شو هالموف يا هاي شو هالموف يا جوكشا هو بظهره على السلة قدر يتلاعب بالديفنس مع انه كان في لاعبين عليه شوفوا شو عمل اول شيء التمريرة من مين؟ من اسماعيل احمد شو حلو هالفنش شو حلو هالفنش يا هاي اربع نقط لهايك وبياخذ الخطأ تانو سعي على ارض الملعب بدلا من جيرار والمدرب مجاعس مصر على نفس شخصيه الفريق يلي بدا فيها الجيم يعني عم يلعب هايك ولما الاوفنسيف ريباوند هايك هذا الشيء اللي عم نحكي عنه مشتت الريباوند عند فريق هومنتمن كانت حطته غير محل الديفنسيف ريباوند تحديدا شوف اسماعيل عم يطلب الطابة معه جيمي سالم بالديفنس هايك ما بينجح هالمرة دافعوا كثير منيح على هايك تمريرة بتوصل لمين كاري بمر لجاد خليل الطابة عم تمرق بشكل سريع دوين بطلع الطابة للعقيقي جاد عم يطلب البيك من جيمي سالم بمر له اياها حلوة التمريرة حلوة التمريرة يا جاد يا خليل شو حلو هالفينش على الأرض بفرجينا زندو بدها هيدي بدها لأنه البلاي لعبت بطريقه تدرس شوفوا بالاعاده شوفوا البيك شوفوا الرول لعب على مين على اسماعيل احمد سجل عليه وقدر ياخذ الخطا لعبه رائعه ممتازه بين الخليل والسالم ست نقط لجيمي ومثل عم يتقدم بفرق نقطه بعده المدرب مجاعس بس لنعطي هيك صوره، مدرب مجاعس بعده بنفس الشخصيه، المدرب فران عم يغير لحتى يلاقي شيء يوقف شخصيه فريق هومنتمن لهلا ما عم يقدر يهدي هيدي التركيبه يلي عم تكون ممتازه خاصه انا ليه عم بحكي عن الشخصيه مش عم بحكي عن اللاعب لانه عم يلعب باجنبي واحد صار له فتره طويله بالجيم وبالرغم من هيك قدر يتقدم بهيدي شخصيه الفريق حتى باجنبي واحد قدم نقطتين وجبر المدرب فران هو يطلب التايم اوت بين الرياضة وهومنتمن يا جاجا عبد الله بريدكشنز واو في فرق كثير كبير 89% عاطين أفضلية للرياضة 11% لهومنتمن فيهم بعض الجمهور يصوت سكانتو فوت على شمال الشاشة وهون بصراحة
يعني كل يلي هلا صوتوا لهلا سبعية النتيجه هيك اللي صوتوا 11% عندهم تشانس كثير كبير يربح لانه هن اقليه لهلا، بس ما اكيد بعد الجيم بكير لنشوف مين رح يقدر يفوز بالجيم. هون بما انه عم نحكي رح نقول انه يلي فازوا بالمباراه السابقه بمباراه بالدوربي الارمني بين انترانيك وهومات، من اول شيء بدنا نشكر الصليب الاحمر اللبناني يعقوب خليل ورازميك كندر جيا، هن يلي فازوا بالعبد الله بريدكشنز اكيد بيتصلوا فيهم وبيربحوا الجائزه يلي بتقدمها عبد الله بكل مباراه. اليوم رح يكون عندنا كمان مسابقه جديده توترز اللاعب الاكثر تاثيرا بالجيم، التصويت اكيد ببلش بالكوارتر الثالث، حضروا حالكم للتصويت. امير سعود ممكن يكون واحد من اليوم يلي اليوم رح يربحوا هيدي الجائزه، توترز اللاعب الاكثر تاثيرا بالجيم. تسع نقط للفرنس، تسديده ثلاثيه لجاري هالمره ما بيسجل جاري، الريباوند دفاعي للمنصور، فاست بريك يستلم امير، امير بيطلع من جديد لعلي منصور، وائل عم يطلب الطابه، علي علي منصور بيعطي السمعة، ساني سكاكيني ما بيسجل السكاكيني، اوفنسيف ريباوند جديدة كمان اسماعيل عم يلعب على تانيو سعيقي بيطلعوا له لبرا للبرانس، هالمرة ما بيسجل امير، الريباوند كان لاسماعيل احمد بيقطعها منه جاد خليل يلي بيطلع بالطابة بشكل سريع بمرر لمين جيمي سالم، عم يضيع الطابة جيمي عطيها خالصة جاد خليل، اعتذر منه بطريقته عنه عطيها خالصة بصراحة. إذا اليوم انتبهوا يعني رح بالكوارتر الثالث رح يبدأ التصويت لتوترز اللاعب الأكثر تأثيرا، والمفارقة إنه الفائز يعني يلي بتنقوه صح يلي بصوت صح هو رح يربح جائزة بتقدمها أكيد شركة توترز وهي بتوصل له إياها على بيته. هيدي الرولز. علي منصور بيعطي وائل عرقجي، وائل عم يسدد من محل بعيد ما بيسجل عرقجي، الريباوند لمين؟ مش معقول الريباوند، مش معقول الريباوند عند فريق الرياض اليوم، مشكلة كبيرة لفريق هومنتمن، لو هومنتمن ما عنده بس هالمشكلة كان غير محل اليوم بالجيم. 3-2 بالباس بريك، تانيو سعيقي بضيع المحاولة، الريباوند رافائيل كوتني اللي صار على أرض الملعب ما بيقدر يعمل كنترول على الريباوند، باس بريك جديدة، أمير سعود يعمل فيك بسدد لفرانس، بسجل أمير سعود الثاني لأله عن الأرض، 12 نقطة للأمير، ثاني 3 بوينتس لأله بالجيم، الرياضة عم يتقدم قبل الدقيقة من نهاية الكوارتر الثاني بفرق ثلاثة. رافائيل بوتني خطأ من السكاكيني، بيرجع قال له لا للحكم، رجع قال له اوكي معك حق فاول. اكيد ساني سكاكيني مش أول مرة بالدوري اللبناني، سبق وشفناه بالدوري اللبناني سابقا مع فريق هوبس. اخر 48 ثانية بالكوارتر الثاني، جاد جاد خليل جاد، البوزيشن بتروح لصالح فريق الرياضي، تورن اوفر، سابع تورن اوفر على فريق هومنتون، مقابل ثلاثة بس لفريق الرياضي، تمريرة بتوصل للسكاكيني ما بسجل ثاني، ومش معقول هون والتر هاج بعوض الريباوند بستيل، جاد خليل بكبها لقدام، جاري بسجل نقطة السيف على جاري، رجع نزل الفارق لنقطة واحدة، ما عم يقدروا يعملوا ريباوند، الستيل اليوم بالنسبة لعمانتمن أفضل من الريباوند. كمان ثاني خطأ لصالح سكاكيني، الخطأ من تاني سعيد، خمس ثوان ونص لنهاية الكوارتر الثاني، مباراه حلوة قوية متقاربة حماسية بين الفريقين. سكاكيني بسجل الفري ثرو الأولي، سكاكيني بسجل فريتو الاولى، اولى نقاطه بالجيم، ريباوند لرافائيل بوتني،
اخر ثواني. جاد خليل، جاد بسدد، المحاوله ما بتنجح، والكورتر الثاني عم ينتهي بتقدم نقطتين لاصحاب الارض. الرياضي بيروت على ارضه بكعب صعب ستيب المناره، عم يتقدم بفارق نقطتين 40-38. المدربين باللوكرز عندهم شغل كثير كبير لا يعملوه. نحن رح نرتاح نحن وياكم تقريبا لحوالي 10 دقائق قبل ما نرجع ننطلق بالكوارتر الثالث.
نرجع من جديد لقاعة صعب سنين بالمنارة، لقاء الرياضة وفريق عمان، لقاء حماسي جدا، 40-38 بفارق نقطتين قدر يتقدم فريق الرياضة على حساب عمان. رح نشوف بسرعة نحن وياكم مقارنة إحصائية قبل ما نكون مع الحلبة ناتس هاف كورت شوت. إذا المقارنة الإحصائية رح نشوف نسبة تسجيل من كل المسافات لصالح فريق عمان، بنشوفوا قد إيه فارقة، شوفوا عدد الأتمت يلي أخذوهم فريق الاثنيناتهم، سجلوا 15 أتمت ميد، بس الاتمت عند فريق الرياضي اكثر ب 11 مره لانه عندهم 12 اوفنسيف ريباوندز لهلا بالجيم على حساب فريق عمان. الثري بوينتس فريق عمان من افضل بشوي بالثري بوينتس، الفري ثرو كمان عمان من افضل، الريباوندز هو التقدم لصالح فريق الرياضي وحكينا ليه، خاصه الاوفنسيف ريباوندز 12 اوفنسيف ريباوندز مقابل 11 ديفنسيف ريباوندز. الاسيست احسن كمان عم يكون اليوم فريق عمان من بهيدا المجال، التورن اوفرز هو لصالح فريق الرياضي وحكيت عن هيدا الشيء، فريق عمان في محل ارتكب عدد كبير من التورن اوفرز بشكل متلاحق رجع عمل كنترول، هلا صاروا نورمال يعني هلا بالافرج اللي بيعمل 7 تورن اوفرز على هاف تايم بيكون وضعه اجمالا جيد جدا، هو الوضع اللي كثير منيح هو لفريق الرياضي اللي عامل بس 4 تورن اوفرز، هيدا بدل انه دفاع فريق عمان ما عم يقدر يخلي كثير الرياضي يرتكب تورن اوفرز. بنروح للحلبة ناتس هاف كورت شوت، شو جاجا عم بيقولوا لي اساميهم قلت نسميهم هيدا علاء ها خصتيهم ما ظبطت مشكلة شو يا علاء ما بدهم بس يطلعوا على التي في بدهم يعملوا ستار اصحابهم وكلهم بشوفوهم رح يكون عندنا تسديدة ثالثة كل شيء كومبيتيشن على ام تي في اخر ضجه يا جاجا رح نشوف بعد عندنا اثنين يمكن بعد اذا الفائز قال لي غياس بدي اياه يقول لي رضا يا رضا رضا يا رضا شو يا رضا مشان هيك كان عم يحكي لنا انا وعضال على الهواء بعد عندنا اخر محاوله اذا بالحلبة ناتس هاف كورت شوت الفائز بيربح 200 دولار مثل ما قلنا يلا واو اليوم بعاد ما في بعاد كثير اليوم على كل حال كلهم رح يربحوا جوائز بتقدمهم الحلبة عم نشوف هون بالعبد الله بريدكشنز اوف لك قد ايه عليت جاجا طلعي عليت من 11 ل 32% على طول هيك اثناء المباراه غياس عم تتغير شوي عم تتغير يعني بيكون عندهم نظره شيء الجمهور قبل الجيم بالجيم بتبلش تتغير النظره 68% وكنا ذكرنا الفائزين بالمباراه السابقه واعطينا اساميهم طبعا بيتصلوا فيهم العبد الله وبيربحون الجوائز يلي عندهم اياه هون رح ارجع اذكركم بالاسامي الفائزه هن يعقوب خليل ورزميك كندر جيونغ اللي ربحوا بمباراة الدوربي الأرمني. إذا كمان بعد وقت قليل رح نفرجيكم التصويت على توترز اللاعب الأكثر تأثيرا وهالسنة اللاعب الأكثر تأثيرا اللي بتقدمها توترز هي جائزة لكم أنتم بتصوتوا وأنتم بتربحوا هون كمان شركة توترز هي بتوصلكم الجائزة لعندكم على البيت مش بدكم أحلى من هيك أنتم قاعدين بتصوتوا بالبيت والجائزة بتوصلكم كمان على البيت ما تعملوا ولا أفورت سكان تو فوت هون عم تشوف ساني سكاكيني يلي هيدا ثالث نادي لبناني بيلعب معه طبعا هو بلش من نادي هوب سوال منصور بسجل عليه نقطة السادسة إذا أول إطلالة لإله كان بفبروري 2014 على نادي هوب رجع لعب مع فريق الشاوبيل بسنة 2016 ثمان مباريات كان عندهم عدد 16 نقطة بالجيم مع فريق الشامبيل مؤخرا وعلى حديث شامبيل وهوبس اليوم لعبوا مع بعض وقدر الشامبيل يفوز على هوبس والتر هارت بعد عنده الثاني بياخذ تسديده ما بيسجل والتر الريباوند لصالح المنصور علي بمرر لكيزي كيزي تسديده ثلاثيه ما بيسجل كريم ديفنسيف ريموند لا دوين جاكسون تمريره توصل لجيمي وهون في خطا لصالح جيمي سالم جرب كريم يعمل البلوك شوت على السالم برجع بذكركم اليوم مسابقة ملك الطابور انت الملك ساعة
ست استيدات في يربح اللاعب اذا بسجل ست تري بوينتس بيربح 1592 دولار. لهلا بهالموسم اكثر لاعب سجل بجيم واحد هو ابراهيم الطمس 7 من 9 لاعب فريق الشانفيل، لاعب جوردن ديفيس لاعب الانطوني 6 من 12 ومن بعدها دوين 5 من 10. عندنا لاعبين مسجلين، 3 لاعبين مسجلين 5 والباقيين اربعات. بعد السنه ما في عندنا برسنتج عالي. جيمي بضيع الاثنين فري ثرو، مشكله بالفري ثرو بهالموسم كبيره يا شباب. جيمي 58% قبل هالجيم اللي هو برسنتج كثير قليل. كمان مقطوعه ستيل من فريق عمان من والتر هاج، بروح على السله والتر كيف سجلت يا والتر؟ كان بوضع صعب جدا والتر بسجل نقطه السادسه، بيرجع بنزل الفرق لنقطتين. بدي اذكركم الكارير بست لوالتر هاج بحياته الاحترافيه بسكورينج كانت امام الرياضي بمصر، سجل 50 نقطه بالجيم. امير ياخذ التسديده الثلاثيه، ريباوند لدي جي كمان. وين جاكسون؟ يعطي والتر هاج سكرين من جيمي سالم، والتر سحب ثاني سكاكين اللي عنده لبرا، يعطي دي جي. دي جي كاد يخسر الطابة، والتر بيرجع بيصلح بيطلع بالوقت، بمر لدوين جاكسون، دوين بمر لجيرار حديد يوم، كونتينيويشن بسجل جيرار حديد يوم وبيكمل تميزه الكبير يا جيرار، 11 نقطة للحديد يوم، ثاني لاعب عم يعمل دبل فيجرز بالنقط، بعد أمير السعود يلي معه 12 نقطة، جيرار إذا سجل عن الفري ثرو رح يعدل اللاعب أمير سعود كأفضل سكورر بالجيم، وهيدا الشيء اللي بيعمله. وبالرغم من تعادل اللاعبين إلا إنه هومنتمن بيتقدم بنقطة 5-2 رن لصالح رجال المدرب جون جاس يلي بعده عم يحافظ على شخصية السمول بول بهالجيم. كمان والتر هاج بيعمل ستيل، دوين جاكسون بيطلع بالتمريرة بمر لجيمي سالم، ووكينج على جيمي. شو هالديفنس يا كريم، شو هالديفنس، تردد جيمي، تردد امام الزينون. الزينون مشهور قد ايه بيقدر يطير ليعمل البلوك شوت، شوفه بالاعاده هلا بنحكم عليها اكثر. يعني علمت بس كريم عم يدافع. امير امير سعود يمرق على البيس لاين بمر لكريم زينون بياخذ التسديده الثلاثيه، الريباوند لمين؟ كمان لصالح السكاكين، اوفنسيف ريباوند جديده. امير ياخذ تسديده، زكى امير، زكى امير، شاف الكونتاكت، شاف الكونتاكت، اخذ التسديده قال ما رح سجل بس بروح على الفري ثرو، وهو من اللاعبين يلي بسدده بطريقه ممتازه على الرميات الحره. هو اللاعب يلي بضيع بعد ولا رميه حره بهالموسم مع انه عدد التمريرات منن كتار يلي سددهم 8 من 8 وهيدي 9 من 9. قلت لكم انا مبسوط بالعين. بسجل 10 من 10 هيدي اخبار جاجا بطلعوها. نقطة تقدم لصالح فريق الرياضي. دي جي جيرارد بمر لوالتر هاج بنزل له الطابة لجيمي سالم، جيمي يعمل كنترول عم يجرب يلعب اللوبوس على علي منصور بطلع له اياها لدي جي، دي جي بياخذ تسديدة صعبة، التسديدة الناجحة لدوين جاكسون 11 نقطة لدي جي، هومنتمن بيرجع بيتقدم بفارق نقطة، كمان مقطوعة من دوين جاكسون، سريعين بالسمول بول، وهون هيدا اللي عم بحكي عنه البلوك شوت عمله كريم ما نام عليه، الزينون ضرب ببلوك شوت جيمي سالم، كيكانوفيتش خاطئ لصالح كيكانوفيتش، شو هالزينون؟ يعني أشهر بلوك شوت لإله بهيدا المجال انعمل على لاعب الحكمة السابق السنة الماضية كورمون روش نجم الدفاع الجوي بالفريق العراقي متصدر الدور العراقي. كورمون روش عم يكون بهالموسم بالعراق، لازم نحكي عن العراق لأنه بكرة فريق الحكم اللبناني متصدر الدوري اللبناني بست انتصارات من ست مباريات رح يواجه فريق النفط العراقي اللي عنده 8 انتصارات وخسارتين بالدوري العراقي. بكره لايف على شاشه ام تي في على الساعه 6:15. جنون كره السله، كيكانوفيتش بضيع الفري ثرو الاولي،
77% بهالموسم. بسجل واحدة من اثنين، اثنين نقط لكيكانوفيتش، 45 لكل فريق. ثاني سكاكين، شوف كيف عم يدافع على دوين جاكسون. جيرار، جيرار حلوة كثير يا جيرار، عم يعمل شو ما بده جيرار حديديا. 14 نقطة مثله مثل السعود، هن هدفين المباراة. والتقدم من جديد لصالح فريق عمان بنقطتين. كيكانوفيتش عم يجرب يلعب على جيرار، بسجل كيكانوفيتش 10 نقط للاعب البوسني. تعادل الفريقين. جاد خليل بياخذ تسديده، ثلاثيه بسجل الخليل، بسجل السنه جاد على الثري بوينتس، عم يكون عنده برسنتج جيد جدا، 38% عنده 11 من 29 قبل هالجيم، صاروا 12. هون شويه تشنج بين اللاعبين، عم نشوف التراش توك، التراش توك ما عم يوقف بين ساني سكاكيني ودي جي. رح نرجع نشوف شو صار. تدخل الحكام واللاعبين سريعا لضبط الامور. نقطه الخامسه لجاد خليل، اول 3 بوينتس له بالجيم. هم عم يتقدم بفرق ثلاثه. اذا عم نروح على الاي ار اس، الحكم رباح نجيم. خلينا نسمع الحكام شو رح يطلبوا. اعطيني الاكت من بعد السله. ايه هون انا عندي، ما عم تطلع اللي عم تحكي عنه، ما بعرف عندي هلا ال ريبلاي. ايه اوكي، بس اعطيني اياها من اولها، مش مبينه من عندي. قبله كفي هون شوي شوي. ايه اعطوني اياها من غير مطرح. اذا عم نشوف الحكام عم يطلبوا من غير انجل. ايه هون اوكي، بس بدي اشوف اذا هو مين ضارب الكوع قبل. هيا لا لا مش هون، قبل قبل ما حط السله، بس حط السله. اوكي هون، هيا العبها على رواق رواق رواق. اوكي 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 ورقد 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 ورقد. ثانك يو ثانك يو. اذا عم نشوف الحكام على الاي ار اس بيرجعوا بيتشاوروا مع بعض، سابق وقصار واربع حكام. عم نشوف شو رح يكون عندهم قرار. عم يتوجه عند المدرب احمد فران، بيرجع بيتوجه عند المدرب جون جاعس. قطعت على السلامة. أمير بنزل الطابة لساني سكاكيني. سكاكيني عم يلعب على دوين جاكسون، خاطئ لصالح السكاكيني. وهون عم نشوف كمان التراش توك ما عم يوقف. ثلاث أخطاء على دوين جاكسون، حطوا بفاول ترابل. شوف ردة الفعل. بسجل الفري ثرو الأولي. ولعت ولعت بيناتهم. عم تشوف علي محمود.
سكاكيني بسجل نقطه الثاني بالجيم، بسجل كمان الثالثه 2-2 لسني، نزل الفرق لنقطه. وهون تكنيكال فاول على سني سكاكيني. قلت لكم صار في تنشن كثير، صار في تنشن بين اللاعبين. هايكينج يوكشا على ارض الملعب بدلا من سكاكيني، والمدرب فران منه راضي، عم انبو للاعبه. رح نرجع نشوف شو صار. الفري ثرو عم يضيعها والتر 83% بهالموسم. هي على الفري ثرو والتر هودج. جاد بمر لدوين جاكسون، بيتعرض للبلوك شوت الريبون، كريم زينون على الديفنسيف ريبون، فاست بريك كي زي، كره على السله، سريع انت يا كريم، سريع الزينون كثير، بقاتل بالديفنس، بقاتل بالاوفن. جمهور الرياضي عم يولع المدرجات، عم يهز مدرجات، صائب ستيب بالمرمى. تايم اوت للمدرب جون جايز. شاف المدرب جوم جاعس المدرجات عم تتفاعل مع لاعبي فريق رياضي بشكل كثير كبير، طلب التايم اوت. انا برايي هيدا التايم اوت منتل تايم اوت، بيلعب على النفسيه، لانه بيعرف كثير منيح انه بلحظه فيهم لاعبي فريق الرياضي بمؤازره جمهورهم يلي بيعرف يتعامل معهم بشكل كثير قوي وسريع، يقدروا يعملوا فرق. طلب التايم اوت ليجرب يكسر التامبو يلي ممكن يعمله النادي الاصفر. جاد خليل بيوصل على السلة، دوين جاكسون بتابع، عم يعمل موسم ممتاز. 13 نقطة لدوين جاكسون، مومنتم بيرجع بيتقدموا بفارق نقطة. هايكي جوكشيا وائل عرقجي رجع على أرض الملعب، كيكانوفيتش للبرنس، أمير سعود صراع على الطابة، بمررها لوائل، بعد عنده العرقجي 5 ثواني، وائل بده ياخذ تسديده، ثلاثيه ما بيسجل العراجي، اوفنسيف ريباوند جديد. شو هالاوفنسيف ريباوند؟ وهيدي هي، هيدي هي اللي عم بحكي عنها طوال المباراه. الجيتاريست ضرب على جيتاره، دق الجيتار الجيتاريست، عم يسجل ثاني ثري بوينت لانه بالجيم ونقطه التاسعه. كاري قال له انت بتدق على الجيتار، انا اللاعب يلي بقدر سجل واضرب من المسافه البعيده كمان للمره الثانيه بالجيم. هم عم يتقدم بفارق نقطه، الجيتاريست بجرب يضرب من جديد، دوين جاكسون موجود ليعمل ديفنسيف ريباوند، وولتر هودج بيوقف بياخذ التسديده، الحكم بيقول ما في شيء، بلوك شوت من كريم زينون. وعم نشوف ردة فعل مخيفة للمدرب جوم جاعس يلي عم يعترض بشكل كثير كبير. وين جاكسون عم يهدي بنش فريقه. تكنيكال فاول بسدد من نوائل، رح نرجع نشوفها بالريبلاي. الفري ثرو بسجلها العرقجي، اول نقطه لوائل بالجيم،
تعادل الفريقين على نقطة 55. أربع خمسات، ممكن نقرب من الستات كمان. الأربعة خطرة، هايك بيعمل موف بيطلع لبرا لكيكانوفيتش، عنده بعد خمس ثواني كيكانوفيتش، بمر لماني هاريس، ماني هاريس تمريرة بتوصل لكريم زينون، تسديد الثلاثية الريباوند، كلوك فايوليشن ما دقت بالرم. شباب فرجوني شو صار بتوترز، اللاعب الأكثر تأثيرا إذا بنقدر بأي وقت. أنا برأيي رح يكون في تنافس كبير. ثلاثة دقايق لنهاية الكوارتر الثالث. والتر هاتش يخترق والتر، ما بينجح بالمحاولة كمان، هون بلوك شوت عم ينعمل على والتر هاتش، تمريرة توصل لكريم زينون، كريم بمر لماني هاريس، ماني هاريس بيكسر الطابة، والتر بيعمل ستيل، بتروح لدوين جاكسون. اي لاف ذيس جيم، دي جي عم يستعرض، دي جي عم يعطي التقدم بفارق نقطتين، 15 نقطة لجاكسون بتمريرة من والتر هاتش. وائل مع جيرار حديديان بالديفنس، مباراة صارت سريعة، هايك جوكشا طرف من المسافة البعيدة، هايك جوكشا عم يسجل للمرة الأولى بالجيم عن الآرك، للمرة الخامسة لفريق الرياضي، الرياضي عم يتقدم. شو هالجيم؟ شو هالجيم؟ وين؟ لجيرار، جيرار، جيرار حديديان يوصل على السلة، بيسجل على كيكانوفيتش، اللاعب الرائع المتميز بهالجيم. 16 نقطة للحديديان، بقلب من حديد عم يسجل نقطة 16، عم يكون اللاعب الأفضل تأجيرا بالجيم، عم يعطي تقدم جديد لصالح فريق هومنتمان، هالمرة هيك ما بينجح بالمحاولة، الحديديان بلمت ديفانسيف ريباوند، فريق هومنتمان عم يلعب مع بعض بطريقة سريعة، جاري لوالتر هاتش، البيك من اللاعب جيرار، جاد خليل بيسلم والتر هاتش، بعد عنده 10 ثواني والتر، جاري ناطر التمريرة، والتر هاتش بمر لجاد خليل، جاد بيخترق، جاد بيعطي جيرار تحت السلة، حلو الاسيست يا جاد يا خليل، بس اللاعب جيرار حديديان فوق الطبيعة، 18 نقطة لجيرار، واللاعب المدرب أحمد فران منه مصدق كيف عم يقدر جيرار يلي هو أندر سايز بالنسبة للاعبين فريق الرياضي بالبوزيشن يلي عم يلعب فيه، عم يسجل 18 نقطة وأغلب نقاطه أتت من تحت السلة. ماني هاريس بمر للعرقجي، تسديدة ثلاثية ما بيسجل العرقجي، الريباوند لمين؟ كمان هجومه لماني هاريس، ماني هاريس بيخسر الطابة، ماني هاريس والبوزيشن بتبقى لصالح الرياضي، 11 ثانية لفريق الرياضي بهالبوزيشن. ملا جيم، ملا تيمبو للجيم. وائل كريم زينون، كريم عم يمرر، مقطوعة من جاري، جاري بيعمل ستيل، جاري بيطلع هو بالطابة، يعطي جاد خليل، جيرار بروح ليعمل البيك لجاد، جاد خليل الفلوتر، شو حلوة يا جاد، كل مرة جاد بيخترق بيمرر، هالمرة قال لهم أنا رح أنهي، سكروا الباس، سكروا على جيرار حديديان، أنا قادر روح سجل، يعطي تقدم خمسة لفريقه، 58-63 آخر 15 ثانية بالربع الثالث. وائل عرقجي الرهيب، وائل عم يمرر، هايك بعد عنده ثانيتين، كريم زينون، كريم زينون خطأ قبل ثانية، قبل ثانية وحدة من وقوع بفخل كلوك فايوليشن، الخطأ الثالث على والتر هاتش، الثنائي والتر دوين جاكسون كل واحد بثلاثة فاولز، أمير سعود بفريق الرياضي كمان بثلاثة فاولز. المدرب جون جاسم يسحبه لوالتر هاتج، بيقول له معك ثلاث اخطاء، والتر زعلان بده يضله على ارض الملعب، منا ريقت له اليوم لوالتر. وائل عرقجي، وائل 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 بياخذ تسديده ما بيسجل العرقجي، والكوارتر الثالث عم ينتهي بتقدم فريق هومنت من خارج ارضه بخمس نقط. النتيجه مشاهدي ام تي في 58-63. هون عم نشوف شو اليوم يا جاجا، تصويت امير سعود لهلا محلق 34%، 11% لكيكانوفيتش، اقرب واحد كيكانوفيتش وجيرار حديديان ودوين جاكسون،
دوين وجيرار عم يعملوا كمان. جيمي سالم كمان 22%. 22% سوري عم انتبه هنا مش مبينه. 22% اذا لجيمي سالم الاقرب. في تنافس بعد اذا وحلو يعني هيك شعار نعم مع توترز هالموسم. انت بتصوت انت بتربح. حلو. اي اللي بصوت هو اللي عنده تشانس يربح. وحلو انه الجايزه اللي بتقدمها توترز بيربحها بيوصلوا على البيت دليفري بيوصل توترز بيعطيه اياها يلحقوا على الماب كمان. شوفوا جاي اللي عنده ايه. اذا انت على كل الاحوال رح نربحك. انت ربحاني مبروك الف مبروك. لهلا هومنتون عاملين مباراة كبيرة جدا. عم يقدروا يتقدموا على فريق الرياضة. بتقعد صعب سنين بالمنارة. مثل ما قلت لكم هيدي القاعة اللي ما خسر فريق الرياضة عليها أمام هومنتون إلا مرتين بس. آخر مرة من 2387 يوم من 6 سنين و195 يوم ب 17 ايار 2017 والرياضه ربح على هومنتون بهالملعب 26 مره. اخر مره ربح على هومنتون على الرياضه بارضه حتى بمزهر من فتره طويله تحديدا ب 24/3/2019 ربح بنتيجه 112-97. اخر ثمان مباريات بين الفريقين كانوا لصالح الرياضه بيروت. عملوا 8 ويننج ستريك بالمواجهات المباشرة بيناتهم. الحكام عم يتوجهوا على طاولة الحكام وعم يحكوا مع الكوميسار سهيل صفر واحد من نجوم كرة السلة اللبنانية. هلا عامل 6 اسيست بالجيم واكثر لاعب عمل اسيست. وائل عراجي 4 وجاد خليل 4 دوين جاكسون 4. البوزيشن لصالح فريق هومنتون. جاد معه كريم زينون. شوفوا كريم كيف قاعد على اجريه ليدافع على الخليل. جيمي جاد خليل جاد وصل على السله بايده الشمال ما بيرجع بالتسجيل. الريبوند لجاري بمر لدين جاي بياخذ تسديده ثلاثيه. كريم زينون على الديفنسيف ريباوند الزينون. وائل العرقجي لهاي هاي فيك بمرر طبعا بتبرم ماني هارس كمان. كريم زينون بياخذ تسديده ثلاثيه بسجل الثالثه الزينون. 12 نقطه لكريم ثالث ثري بوينتس له بالجيم. بده الثلاثه ليكون هو الملك. جاد خليل جاري الوقت قليل رد على الزينون بتسديده ثلاثيه. لنشوف اذا رح يقدر حدا يرد من فريق هومنتون. جاد خليل بمر لجاري بيعطيه اوبن شوت التسديده ما بتنجح. الريبا ماني هارس بالفاست بريك. ماني هارس بيوصل على السلة بسجل بسجل ماني هارس نقطه السادسه و بيعدل الارقام 63-63. هلا رح نشوف الستات الاربعه على السكرين قربت. جاد خليل براشر براشر على جاد عم يعطي جيمي سالم. جيمي سالم بيوصل على السله بسجل السالم بسجل جيمي نقطه التاسعه بالجيم وبيرجع بيعطي التقدم لفريقه بنقطتين. 8 دقائق و10 ثواني لنهايه المباراه. وائل عرقجي عم يعطي هايك هايك بياخذ تسديده ثلاثيه. جيرار حديد يا على الديفنسيف ريباوند
وين جاكسون دي جي بيتعرض للبلوك شوت من هاي هاي كيكوك شاب يعمل البلوك شوت. شوفوا سرعة الزينون عم يمرر لماني هارس. ماني هارس بدوره بيخترق السلة ما بيسجل. ماني هارس اوفنسيف ريبوند كمان ما بيسجل. كمان اوفنسيف ريبوند كمان ما بيسجل. مش معقول مش معقول يلي صار بين الفريقين. جاري لمين بيمرر؟ جاري بدل ما يمرر لدوين جاكسون عطى التمريره الاصعب بالجيم وممكن هيدا شيء يكلفه غالي. ايه رح يكلفه غالي. ايه رح يكلفه غالي لانه فريق الرياضي ما بيرحم بعدل الارقام على النقطة 65 كان عندهم 2-1 عم يلعبوا بالفاست بريك فريقهم أدبر. الحكام عم يطلبوا هون إيقاف المباراة. خطأ من دوين جاكسون. دبل فاول على دوين وهايك. هذا بيقولوا له فاول حبي اصلا هيك خبريه ب 11/20/1993 بهالملعب الزيت اللعب مباراه تفاهم هومنت من رياضي مع بعض. عم نشوف هون ما في تفاهم بهيدا اللقطه بين تفاهم هومنت من رياضي وفريق روسي كان اسمه الفريق الروسي تاجنكوف وخصومه فارق 20 نقطة 77-97. كان في دورة دولية للرياضة كان عم يشارك فيها كمان الحكمة وفريق ساروتوف الروسي اللي فاز بالدورة. هيك الأسماء البارزة اللي شاركوا بهيدا التفاهم إلي فواج جاكنا البونديون بسام جديد كريم أبيسي أرمان أوهانيسيان هايك هايتيان باسم صبرة سركيس سهيتيان ومحمد طبش. خطأ من ماني هاريس. سايد بول على السايد بول الاخيره اللي كانت مع جي ماروكان رئيس سكر السله بنادي هومنتري اللي عم يتابع المباراه من دبي. هو ومين؟ هو ومدير فريق الرياضي احمد شاكر قاعدين مع بعض. كره السله جماعتهم بدبي. ماني هاريس ماني يعمل كنترول بصعوبة. ماني هاريس بوصلها لوائل بعد في 6 دقائق و45 ثانية. تعادل الفريقين وهون عم نشوف وائل ما بعرف شو صار معه. وائل هلا بنرجع نشوفها بالريبلاي. وائل بمرر كريم زينون بينقل له اياها لهايك عنده بعد ثانيتين. ثانية بسدد بلوك فايوليشن بيقول الحكم 65 لكل فريق. جاري شيبيشيان عم تشوف هون وائل والتر والتر هاتش كمان والتر عم ينزل الطابة لجيرار. جيرار عم يجرب يلعب على كيكانوفيتش بيكسر الطابة. جيرار وائل عرقش بالفاست بريك. وائل بيروح ليمرر لكيكانوفيتش وفي خطأ من والتر هادج. حلوة التمريرة كانت هون عم بيقول له عم نشوف سعادة النائب وضاح الصادق. حلوة التمريرة كثير بصراحة وهون الفاول اذا رح يروحوا على الاي ار اس بده يتاكدوا من الخطا اذا عن سبورتسمان ولا ريجولر. رح نسمع بوتنشال ابجريد على اذا لاعب على الطابه هيدي تبع الهوج على الكوع تبعه. لا لا اعطيني ثاني واحد نورمال سبيد او المعروف ايه من تحت السله فيك تعطيني اياه نورمال سبيد اول شيء. اعطيني اياها عادي بليز على رواق. شوي 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 اذا بدنا نشوف قرار الحكام اذا نورمال فاول ريجولر فاول
أربع أخطاء على والتر هودج وأربع أخطاء على دوين جاكسون، عينيتهم بفاول ترابل. بضيع الفري ثرو الأول لكيكانوفيتش. بسجل الثاني، أول 66 صارت. 11 نقطة لكيكانوفيتش. تعدوا من الرياضة بفرق نقطة. أول لقاء جمعهم للرياضة محمد من بـ 93 بهالملعب راح لأوفر تايم، فهون هيك بس معلومة. دوين جاكسون بيتعرض للبلوك شوت، اليوم البلوك شوت على الفريق الرياضي فعالين جدا. كمان وائل. كيكانوفيتش بيعمل موف بروح على السله، ما بيسجل كيكانوفيتش. ديفنسيف ريباوند لجيرار. فريق هومنتبل بالهجوم. تمريره وصل لجيرار، بفضي لدوين جاكسون، بسدد عن الارض. دي جي بيسجل نقطه 18 الثانيه لاله بالجيم. جيرار اليوم شو هالجيرار، تمريره ولا اجمل كانت من جيرار حديد يو، عطي اياها اوبن شوت وسجل تمريره توصل لكيكانوفيتش. خطا من جيرار لصالح كيكانوفيتش، هيدا تاني فاول على جيرار. في فريقين بهالموسم بعد ما خسروا على ارضهم، هن فريق الحكمه وفريق هومنتمن. هومنتمن لعب مباراتين بمزر ربحهم، فريق الحكمه لعب ثلاث مباريات بغزير وربحهم، بينما باقي الانديه كلها خسرت على ارضها. تايم اوت للمدرب فران. توترز اللاعب الاكثر تاثيرا بمباراه اليوم. التصويت امير سعود بعده بالمقدمه 39%، الجمهور عم يعطيه اقرب واحد لاله هو اللاعب جيرار حديديان يلي عنده 23% حصه تصويت الجمهور اللبناني لهلا بتوترز بريدكشنز للاعب الاكثر تاثيرا. تنافس عم يكون على الارجح رح يكمل بين جيرار والبرنس. البرنس افضل سكورر بفريقه، بينما جيرار افضل سكورر كمان بفريقه وبالمباراه. أكثر لاعب مسجل 3 بوينتس لهلا بالجيم هو كريم زينون، 3 3 بوينتس، بعيد 3 3 بوينتس ليربح مسابقة ملك الطوق. أنت الملك. Out of bounds. خمس دقائق لنهاية المباراة. هومنتمن عم يتقدم بنقطتين، كيكانوفيتش بيطلعوا له اياها للزينون. كريم زينون لهلا عامل اثنين بلوك شوت بالجيم. ماني هارس بسجل، ماني هارس نقطته الثامنة. في ثلاث لاعبين باثنين بلوك شوت، هاي كريم ودوين جاكسون. دي جي، دي جي بيخترق، دي جي بسجل دوين جاكسون نقطته ال 20. يعطي تقدم نقطتين من جديد لصالح فريق هومنتمن 68-70. وقت عم يمرق 4 دقائق و20 ثانية لنهاية الجيم. ماني هارس بسدد، ماني هارس ما بيسجل، ريبوند لصالح جيمي سالم. جاد خليلة بيطلب البيك من جيرار حديديا وبوصلها لدوين، دوين عم يسدد من الداون تاون كثير بعيد، التسديده ما بتنجح. زينون على الريباوند الدفاعي. كريم زينون، كريم
يعطي ماني هايك. هلا القرارات بتصير اصعب كل ما الوقت يقرب. مين رح ياخذ ديسيجن؟ مش حيلا لاعب بياخذ ديسيجن بهيك اوقات. كيكانوفيتش بيخسر الطابه، تورن اوفر على فريق الرياضي. دي جي جيرار لجيمي سالم. جيمي سالم ياخذ الفاول من كيكانوفيتش. ثالث خطا على اللاعب البوسني، ثلاث اخطاء على كيكانوفيتش. امير سعود وعلي منصور على ارض الملعب. التشكيلة يعني اللاعبين اللي بلشوا اساسية بالجيم عم يستعين فيهم باخر المباراة المدرب احمد فران. اذا تشكيلة فريق الرياضة رح تكون امير سعود، علي منصور، هايكي جوكشان، كريم زينون، وكيكانوفيتش. اجنبي وحيد من فريق الرياضة اللي هو اللاعب البوسني. فريق هومنتم اليوم شفنا كثير فترات لعب باجنبي واحد. وائل عرقجي اللي قدر يعمل ست تمريرات حاسمه بالجيم. جيمي بسجل فري ثرو الاولي، 10 نقط لجيمي سالم. بسجل كمان جيمي نقطه ال 11، هومنتم عم يتقدم بفارق 4 نقط. 3 دقائق و10 ثواني لنهاية المباراة. أمير عم يستلم، أمير سعود وصل لكيكانوفيتش، بطلع الطابة لبرا، الطابة عم تبرم، أمير بسدد عن الأرك، ما بسجل، جاري على الديفنسيف ريبوم. مباراة جيدة لجاري اليوم، دبل فيجر في النقط و10 نقط. جيمي سالم عم يجرب يلعب على امير، ميد رينج شوت من جيرار حديد، يا الريباوند لصالح المنصور. علي خطا لصالح علي منصور، الخطا من جاد خليل. سايد بول منهم بالبونس، هلا صاروا 3 اخطاء على جاد. هل رح يقدر هومنتم يكتب تاريخ جديد بالمواجهة بينه وبين فريق الرياضة بقاعة صاحب سليم بالمنارة؟ كله وارد لهلا. أمير بطلع الطابة، جيمي سالم ما بيقدر يعمل كنترول على الستيل، تبقى لصالح علي منصور، وفي خطأ من جيمي لصالح المنصور. أول فاول على جيمي سالم، 2 فري ثرو لعلي. رح أقول لكم برسنتج علي منصور بهالموسم قبل ما يسدد 55%، 6 من 11 قبل هالجيم. علي بسجل الاولي، فريقه بحاجه لاي نقطه بينجح بالمحاوله الاولي. لهلا هومنتمن عم يسجلوا اكثر من معدل الدفاع بالجيم، والريباوند لصالح جاد بكمل قدامنا جيمي سالم يلي بنروح، وهون السله محتسبه لجيمي سالم، 13 نقطة لجيمي. وفي خطا او لا ما في سله، في خطا، عطى الحكم 2 فري ثرو. كنت عم بحكي عن دفاع فريق الرياضي اللي هو الافضل هلا بالليج، 69 نقطه بالجيم، قدر قطعوا فريق هومنتم هلا ب 3 نقط. بسجل كمان فري ثرو الاول لجيمي، 14 نقطه لجيمي سالم. بعضهم عم يلعبوا الفريقين باجنبي واحد. سكاكيني على ارض الملعب بعد وقت قليل على ما يعد التبديل. بسجل جيمي 2-2، 15 نقطة لجيمي سالم، اب باي 5 فريق هومنتم. دقيقتين و23 ثانية لنهاية الجيم، قلت لكم يلي ممكن يكون تاريخي لأنه مرتين بس بتاريخ لقاءات الفريقين من 93 لليوم قدر يربح فريق هومنتم بالمنارة، ممكن تكون الثالثة.
علي، علي منصور بمرر حلو التمريرة، كيكانوفيتش خطأ لصالح كيكانوفيتش، خطأ من جيرار حديدي. ثالث خطأ على جيرار، ثلاث أخطاء كمان على جيرار حديدي. كيكانوفيتش على الفري ثرو، امتحان الرميات الحرة عم يكون صعب على الفريقين. والتر هودج على أرض الملعب بآخر دقيقتين وست ثواني، يلي مسجل ست نقط مع ستة اسيست. بعيد كثير عن معدله بالنقاط بالجيم الواحد اللي هو 21 نقطة فاصلة ثلاثة، بعيد 15 نقطة. كيكانوفيتش مسجل الأولى، 12 نقطة لكيكانوفيتش. شوف مدير الفريق كوكو اللي على أعصابه. كيكانوفيتش بسجل واحدة من اثنين، دوين جاكسون على الديفنسيف ريباوند. آخر دقيقتين بالجيم. مومنتر عم يتقدم بفارق أربعة. جاد عم يلعبوا زون ديفنس. المدرب فرار بزون ديفنس. جاد خليل بهالباكبورد. مش معقول جاد. التسديدة يلي أخذها. عم بسجل الخليل 13 تري بونتس له بهالموسم. أمير سعود خطأ لصالح أمير. سبع نقط التقدم. المدرب فران تحت الضغط الكبير عم يتشاور مع مساعده أحمد يموت. رح يكون في الثاني فريتو لأمير سعود يلي ما مضيع ولا رمية حرة بهالموسم. بسجل أمير. جاد خليل صار أكثر لاعب لبناني مسجل 3 بوينتس بالبطولة، صاروا 13. بيقطع اللاعب عزيز عبد المسيح لاعب الحكمة اللي عنده 12. أمير 2 2 16 نقطة للسعود. عم يلعبوا زون بريس. دوين جاكسون، دوين يخترق بمرة لجيرار حديديا. جاكسون كمان، دوين عليه ضغط، بعد عنده 10 ثواني. تورن أوفر، تورن أوفر، وهون بيلقط الطابة جرب قد ما في ضيع وقت بالتورن اوفر يلي عملوه جيمي سالم ودوين جاكسون. جمهور الرياضي كله عم بيطالب فريقه بالتسجيل. الرياضي متاخر بفارق خمسه قبل دقيقه و24 ثانيه. تايم اوت المدرب احمد فران. أكثر لاعب مسجل 3 بوينتس بالليج لهلا رضوان سليمان لاعب الحكمة 14، دايلن سميث كمان 14. بنشوف اليوم جيفيون بليك بتصور سجل كمان 3 بوينتس كان عنده 13. بس في تنافس كبير، وهون عم نشوف بالفوترز اللاعب الأكثر تأثيرا صار أمير سعود 35%. عم يكون هو بالمقدمة. جمهور الرياضي عم يصوت بكثافة حاليا لنجمه أمير سعود. فريقهم أكثر عم يراهن يعمل ستوب دفاعي يكون عنده فيها بوزيشن وعنده تقدم بخمسة. هل رح ينجح أو رح يقدر الرياضي يسجل؟ جمهور الرياضة عم يجرب قد ما فيه يشجع فريقه يلي عنده البوزيشن. كريم بيستلم. كريم زينون. كريم، كريم، وهون عم ياخذ الخطأ من دوين جاكسون. عم ياخذ الخطا الخامس، حاطه بفاول اوت. ما بيقدر، عم يقول له روح على تشالنج. يا شباب ما فيك تعمل تشالنج على الخطا او مش خطا، فيك تعمل داون جريد او ابجريد. وين جاكسون منه مصدق. كريم زينون رح يكون عنده الثاني فري ثرو.
رافائيل بوتني على ارض الملعب. لاعب الى لاعب لثواني قليله بالجيم. كريم بسجل الاولى بنجاح نقطه ال 13. ملا جيم ملا جيم. بسجل زينون 2-2 بنزل الفريق كريم زينون لثلاث نقط. عم يضغطوا عم يضغطوا لاعبي الفريق الرياضي. شاد خليلي بيستلم. شاد عم يطلع بالطابه الخليل. لمين بده يمرر؟ شاد عليه ضغط كبير بمرر لجيمي سالم. جيمي لشاد والتر هاتش بيستلم. والتر في لاعبين عليه بعد ما هو 8 ثواني. والتر هاتش بيعطي التمريره لمين؟ لرافائيل بوتني. المحاوله الثلاثيه ما بتنجح. فريق الرياضة أمام فرصة تقليص الفارق أو معادلة العرار. لا يا أمير لا يا برانس. الأمير ضرب أربع سبعات. انطرنا الستات الأربعة السبعات الأربعة وتعادل الفريقين. مش معقول أمير سعود يلي عمله. شو عمل أمير؟ سجل ثالث تري بوينت له بالجيم. عدل النتيجة على النقطة 77. قاتلي كانت يعني وين جاكسون غيابه على ارض الملعب والضغط الدفاعي اللي عمله فريق الرياضي. قدروا استفادوا من بوزيشن. سجل بخلال امير عن الارك وعد الارقام. نرجع نشوف بالاعاده سله امير سعود الثلاثيه. مخيف امير. شو هالديسيجن كنت عم قلكم الاوقات الحاسمه. مش اي لاعب بيقدر ياخذ قرار. كمان 40 ثانيه وثلاث اعشار. اكيد فريق الرياضه رح يعلي كثير دفاعه لانه اللاعبين يلي بيقدروا يتصرفوا به بالطابق بفريق هومنتمن خسروا لاعب اساسي هو دوين جاكسون يلي كان بيقدر يحرق من برا لجوا ويقدر يوصل للسله بسهوله وبيقدر يسجل من بعيد. سايد بول سبعة وسبعين سبعة وسبعين. شاد بمرر لوالتر هاتش. والتر هاتش والتر عليه براشر بياخد تسديده ما بتنجح. وتر اوفر على فريق هومنتمن. وشوفوا الجمهور قد ايه عم يضغط. الرياضي امام فرصه للتقدم. هل رح ينجح؟ زينون يعطي علي منصور. كريم امير سعود امير امير بمرر لعلي منصور. علي يعكس له على برا لزينون. كريم زينون بدوره بيخترق بحاول يمرر. البوزيشن رح تبقى لصالح فريق الرياضي مع ست ثواني. Out of bounds. Kikanovic. عم يمرر لامير. امير بيكسر الطابه. فاست بريك. جيرار حديد يا. I love this game. جيرار حديد يا بيكمل تميزه الكبير بالجيم. استفادوا من الستيل. الهومنتمن عم يتقدم بفارق نقطتين. قبل 14 ثانيه وتسع اثار. شوفوا شو صار. شوفوا الديفاز هون سقط. امير سعود استغل بشكل ممتاز الحديد يا. هومنتمن عم يتقدم. هل رح يكتب التاريخ المدربين
المدرب فرار ومساعد احمد يموت ورانا بازاز عم يتشاوروا مع بعض ليرسموا الخطه الهجوميه. المدرب جوم جاعس عم يرسم خطه دفاعيه كامله. هجوم الرياضي او دفاع هومنتمن باخر 14 ثانيه و19 هون الحسم. بهالموسم هومنتمن سادس افضل فريق بدافع، سادس افضل فريق 81 نقطه فاصل 4. مين رح ياخذ القرار بفريق الرياضي؟ مين رح ياخذ القطام؟ والعرقجي بيرجع على ارض الملعب. المدرب فران عم يستعين بلاعبه والعرقجي بالثواني الحاسمه القاتله. واو سايد بول مع الزينون. تمريره بتوصل لامير، امير سعود، امير عليه دفاع من جيرار حديد، يا امير سعود كمان، امير بيخترق، امير الفلوتر بسجلها لسعود. مش معقول امير، مش معقول امير سعود، شو هاللاعب، شو هاللاعب الخرافي، لك انت شو يا امير، امير سعود شوفوا بأي طريقة قدر يخترق على أكثر من لاعب بإيده الشمال. شو هيدي، شو هيدي يلي سجلتها، كيف كيف كبة بإيده الشمال، سجل نقطة ال 21، عدل الأرقام من جديد قبل 5 ثواني و7 أعشار، البوزيشن لصالح فريق هومنتمن. واحد1993 بهالملعب بالذات اولى لقاءات الرياضه وهومنتمن. قدر هومنتمن يسيطر على الهاف الاول وقتها ما كان لعب كوارترز، الرياضي سكر الفارق فرض اوفر تايم، قدر يربح بنتيجه 93-87 بعد الاوفر تايم. بس ما كانت بهالملعب. لنشوف اذا رح يكون في اوفر تايم او رح يقدر هومنتمن يسجل. والتر هاتش، والتر، والتر هاتش بيعمل فيك بسدد، ما بينجح بالمحاولة. اوفر تايم، اوفر تايم رقم 4، بسنبس مجنونة بطولة لبنان لكرة السلة. اوفر تايم جديد بعد 2 اوفر تايم بين فريقي الحكمة وميروبا، بين ان اس اي وهوبس. اوفر تايم جديد هالمرة بين فريقي الرياضي وهومنتمن على النقطة 79. الكوارتر الأخير اللي سجل من خلاله 21 نقطة فريق الرياضي مقابل 16 لفريق هومنتمن. الفريقين اللي عم يلعبوا بالتو بلس 1
أمير سعود نجم من دون أدنى منازع، يعني مخيف هاللاعب. 21 نقطة هو أفضل سكورر بالجيم. كريم بمرر لعلي منصور، علي بفضيه للسكاكيني، تمريرة لمين؟ البوزيشن تبقى لصالح فريق الرياضي اللي عنده 7 سكندز. سكاكيني لأمير سعود، أمير بيمرق البيس لاين، بمر لبرا، تسديدة ما بتنجح، الريباوند لمين؟ رافائيل بوتني يعمل الديفنسيف ريباوند. جاد يعطي جاري، جاد خليل ياخذ تسديدة صعبة بسجل الخليل، ممتاز يا جاد، 12 نقطة لجاد. هوبتر عم يتقدم بفرق نقطتين. أمير سعود تمريرة حلوة كثير لسكاكيني، اند وان لساني سكاكيني، 5 نقط للاعب الفلسطيني. بيعدل الأرقام وراح يكون عنده رمية حرة إضافية. سيف دياب على أعصابه. ثاني بسجل السكاكيني، 6 نقط للسكاكيني، تقدم نقطة للرياضي. رشاد خليل عم يعطي بوتني، بياخذ تسديدة ثلاثية بوتني، ريبون دفاعي هالمرة لأمير سعود. تحت السلة كيكانوفيتش، وهون نو باسكتبول، حكم لقط الرم ثاني سكاكيني. الرياضي بعد محافظ على تقدمه بنقطة. دي أوص لنهاية الأوفر تايم الأول. جيران، جاد خليل، وكمان عم يكسر الطابة والتر هاج، علي منصور بالستيل بروح على السلة بسجل المنصور، بسجل علي منصور نقطة 9 بعد الستيل. والتر هاج كمان، علي منصور عم يعمل ستيل جديد، كريم زينون بسدد عن الارك، وهون في خطأ لصالح ثاني سكاكيني. علي منصور تورنينج بوينت بالديفنس على والتر هاج. المدرب جوم جاس ما كان راضي، كان عم يطالب بخطأ. جاري أخذ الفاول، رافائيل هو اللي عم يسدد. رافائيل بوتني 10 من 10 بسجل ال 11 له بالموسم، كمان بدنا نضيع فري ثرو بهالموسم. بسجل الاولى بسجل كمان الثاني، 12 من 12 بهالموسم، اولى نقاطه بالجيم، نزل الفريق لنقطه. البرنس أمير سعود بمر للسكاكيني، الريباوند هون في خطأ. شوفوا شو عمل البرنس،
شو بده افضل من هيك ثاني سكاكيني؟ عطيها بايده، قال له بس خلص انت. انهي. سكاكيني بسجل الاولى بنجاح، نقطة السابعة. بنجح له تمريرته للبرانس. كمان بسجل ثاني سكاكيني 2-2. شاد سيف نقطة التقدم للرياضي. جيرار حديديان عم يعطي جاري، جاري بياخذ تسديده صعبه، بسجل جاري نقطه ال 13، 3 تريبولز لجاري شيبيشيان. الارقام عم تتعادل من الجيل، مش معقول ملا جيم، مش معقول ملا جيم. عم يجينا كثير مسجز، كثير بدها تخلص المباراه بدهم يناموا، ما في نوم اليوم. امير مع الباك بورد، ما بسجل امير، جيرار عالي على الريباوند، جيرار عالي جدا، جيرار حديديان. كمان جاري خطأ لصالح وطاش اختبأ لصالح فريق عمان. اوت كانت، ما في فاول. جاد، جاد خليل بيدري شاط، ما بيسجل جاد خليل، ريباوند دفاع للسكاكيني كمان. ما عم يكون في حدا من فريق عمان بده ياخذ قرار، يكون هو الليدر. شاد عم ياخذ الامور على عاتقه. وولتر هادج منه وولتر هادج اللي بنعرفه. امير يعطي علي منصور، بمرر للسكاكين، اوبن شوت لكريم، بيعمل فيك، ياخذ تسديده، سوليسيا ما بيسجل، وولتر هادج على الريباوند. رافائيل بوسني، جاري، ميدرين شوت ما بيسجل، سريعة كانت من جاري، سريعة. كريم زينون بلم الريباوند. هون في خطأ. الخطأ الأول على رافائيل بوسني. سكاكيني بسجل نقطة التاسعة بالجيم. المدرب جون جاعز. والمدرب فران. بسجل 2-2، 10 نقط لسكاكيني. التقدم نقطتين لصالح فريق الرياضي بيروت. جيرار عم يعطي التمرير لرافائيل بوتي، رافائيل بوتي كبل له اياها بطريقه يعني لو سوبرمان جاد ما بيقدر يطالع. طاني صحيح على ارض الملعب بدلا من رافائيل بوتي اللي ما قدر ساعد فريقه. عم يلعبوا باجنبي واحد هو وولتر. اقل من دقيقه. كيكانوفيتش سكاكيني بيستلم، هون صحيح بالديفنس، كريم زينون بياخذ التسديد الثلاثية، الريموت للعيقة. وولتر تمريرة لطاجوس، يعطي جاد، جاد بياخذ التسديد الثلاثية، الريموت دفاع لصالح السكاكيني. فريق الرياضي بيتقدم وهو صاحب البوزيشن. المدرب مشاص اذا سجل وبدي تايم اوت. امير بمرر مقطوعه من فريق منبن، 3-2 بالفاست بريك. وولتر هادج بياخذ الخطا، بياخذ الخطا وولتر هادج. بالإعادة 3-2 بالفاست بريك. صراحة كريم وعلي منصور شو بيشتغلوا بالديفنس، قد ايه بيشتغلوا هالثنائي.
هاج مساجل الأولي وولتر هاج بنزل الفريق لنقطة. سبع نقط لوولتر بهالجيم. بسجل الثاني تعادل الفريقين. أربعة منيت 88-88. ثمان نقط لوولتر هادج. أوف ملا جيم. ست ثواني وثلاث أعشار. جهاز الفني لفريق الرياضي عم يلعب على الأوفنس. بالوقت الأصلي قدر أمير سجل وفرض أوفر تايم. هل رح يقدر الرياضي هالمرة يسجل أحد لاعبي فريقه ويعطي فوز للنادي الأصفر، أو دفاع هومنتمن رح يفرض أوفر تايم جديد؟ هل رح تشهد البطولة بعد أسبوع واحد دبل أوفر تايم على التوالي؟ وين؟ أو رح يقدر الرياضي ونجمه الفرنس يخلصوا المباراة لصالح الرياضي ويروحوا على هومنتمن فوز تاريخي بالمنارة؟ سايد بول مع امير. امير سعود بمر للسكاكيني. امير بحاول يمر للسكاكيني. بلوك شوت ابيانو زرار حديد. يا وولتر هاج بيسدد نص الملعب. ياي وولتر. اوفر تايم جديد. اوفر تايم جديد بسنبس مجنونه. بطوله لبنان لكره السله. مش معقوله اللي صار. مش معقوله اللي صار. اوفر تايم جديد. اذا فينا نشوف مخرج اخر ثواني كيف انلعبت. جيرار بتصور عمل البلوك شوت على السكاكيني. واو هون مش معروف اذا كان عندنا وقت. تصور هيدي أول مرة بتاريخ لقاءات رياضي وهومنتمن في دبل أوفر تايم. قلت لكم في أوفر تايم خبرتكم عنه، بس دبل أوفر تايم تصور هيدي المرة الأولى. هلا تريبل أوفر تايم صايرة بالليغا اللبناني. بذكر آخر وحدة أنيبال والأنطونية بزحمة. تريبل أوفر تايم. جاجا عم تقول لي في ثلاثة اليوم. اليوم ما في نوم. نحن بعدنا طالعين لأجواء ماراثون بيروت ومكملة ماراثونية وين ما كان. الفاول ترابل. وولتر هاج أربع فاول. جيرار أربع فاولز. جاد خليل أربع فاولز. أمير أربع فاولز. هول الكتير فاول ترابل يلي ذكرتهم عند الفريقين. أمير بالرياضي وثلاث لاعبين بفريقهم أكمل. جاد. جيرار. كاري. مرة لجيمي سالم.
جيرار حديد ياه بترافيك جيرار. رافائيل بوتني على أرض الملعب من جديد. كمان السكاكيني على أرض الملعب. جيرار انت رائع اليوم. 22 نقطة للحديد ياه بطلع الفريق لنقطتين لصالح مانجمنت. أفضل سكورر بالمباراة ساني سكاكيني بسجل 12 نقطة للسكاكيني. كاري للخليل بعد عنده خمس ثواني. جاد جاد ياخذ تسديده ثلاثيه مش معقول. جاد خليل عم يسجل الثالثه لاله بالجيم، ال 14 لاله بالبطوله. ممثل عم يتقدم بفريق ثلاثه. امير سعود برد برد ما برد سعود. الريباوند لجيمي سالم. جاد كمان. جاد خليل عم يطلب البيك من جيرار. جيرار بيعمل كنترول بعد في 8 ثواني. جيرار حديد يوم بيخترق بمرر لرافائيل بوتني. الطابة بتوصل لجاري ميدريش شوت. جاري ما بينجح. السكاكيني على الريباوند الدفاعي. كيكانوفيتش كيكانوفيتش عم يخسر الطابة. رافائيل بوتني بيعمل ستيل. جاد خليل جاري من جديد للخليل. وهون نشوف قرار الحكم في خطأ. خطأ من ساني السكاكيني. شوف بالإعادة هون الديفنس الممتاز بصراحة اللي عملها رافائيل بوتني على كيكانوفيتش. عم بيقول له المدرب جون جاس انتبه بده يبرم من تحت من البيس لاين. بده يبرم دائما من تحت. سمع منه وسكر له دغري البيس لاين. وقع بتراب. جيمي بسجل فريتو نقطه ال 16. هيدا الخطا اللي احتسب من ساني. اربع اخطاء على السكاكيني. جيمي وحده من اثنين. السكاكيني على الريباوند. علي منصور. علي اخترق والبلوك شوت من رافائيل بوتني. وتورن اوفر على الفاست بريك. تورن اوفر على الفاست بريك. هيدا بيقولوا له تورن اوفر ببلاش. شوفوا شو صار هون. البلوك شوت من بوتني كبل له اياها جاد خليل لجيمي سالم يلي كان راكد بكولواره الشمال بس ما كان عنده الفيجن ليقشع الطابة. لو أخر شوي جاد التمريرة كان راح بإيزي باسكت جيمي سالم. وائل العرقجي نقطة لإله بهالجيم. العائد من إصابة. أمير سعود بعد عنده خمس ثواني. أمير أمير بمرر. وائل بسدد عن الأرض. العراجي بسجل. العراجي اول 3 بوينتس له بالجيم. نقطة الرابعة بالجيم بنزل الفرق لنقطة. جيرار هو اللي عم يطلع بالطابة. فور ديناي على جاد خليل. جيرار حديد يوم بيعطي جيمي سالم. عم يضغطوا على جاد ليتركوا باقي زملائه هن يتصرفوا بالطابة. تسديدة جاري الثلاثية ما بتنجح.
كريم زينون على الديفانس بريبا. والتره على ما يعد التبديل بده يفوت ليريحوا لجاد. وائل بطلع الطابه لبرا. امير سعود يعطي التمرير لمين؟ جيرار ما بيقدر يعمل كنترول، وهون في زون في البوزيشن بتروح لصالح هومنتمن. تورن اوفر على فريق الرياضي. جيرار قديه حط ضغط اليوم بهالجيم بسكورينج بالهاصل يلي عمله بارض الملعب. دقيقة و27 ثانية لنهاية الجيم، والتر هاج على أرض الملعب. شاط عم يطلب السكرين من جيرار. تمريرة بتوصل لوالتر، جيمي سالم بنفسه بده على رافائيل على البوست. وكلوك فايوليشن، كلوك فايوليشن على فريق عماد من تيرن اوفر. ما معقول ما لاقيه، ما معقول ما لاقيه. وائل، وائل عرقشي، وائل ما بينجح الريموند لمين؟ صراع على الطابة، صراع بين جيمي وكيكانوفيتش. تعال نشوف الحكم شو احتسب. خطأ على جيرار حديديان. نرجع نشوفها بالريبلاي. على جيرار حديديان، خمس اخطاء على جيرار، فاول اوت. كيكانوفيتش على الفري ثرو، 12 نقطة لكيكانوفيتش. بسجل كيكانوفيتش بعدل الارقام، 13 نقطة لكيكانوفيتش. تاني لاعب بفريق هومنتمن بفاول اوت. تاني ما بينجح فيها، بوتني على الديفنسيف ريموند رافائيل. وولتر. وولتر هاتش يوصل على السلة بمرر لمين؟ اوت اوف باونس لصالح هومنتمن. وولتر هاتش ما قدر يوصل اياها لزميله رافائيل بوتني. هاتش عم يعطي التمريرة لجاري، بيغط سديدة صعبة، الريباوند لمين؟ الريباوند لصالح لفرانس. امير سعود، امير بسدد عن الارك ما بينجح لسعود، الريباوند لمين؟ جيمي سالم. وفي خاطئ لصالح جيمي، خاطئ بعد الديفنسيف ريباوند، وراح يكون عنده اثنين فري ثرو. ما راح لكم برسنتج حدا بهيك وقت، كل الارقام تسقط. الشباب لاعبين صاروا 50 دقيقة، 50 دقيقة لعب من الضغط يلي ما وقف. جيمي بسجل الأولى بنجاح نقطة 17. خمس أخطاء على البرنس، فاول أوت الأول عند الرياضي. جيمي بسجل 2-2، 18 نقطة للسالم. الهومنتمن عم يتقدم بنقطتين. ملا جيم. زمان مش قاطع جيم بهالشكل. ٢٢ سنة و٢٠ لنهاية مش رح نقول المباراة، الأوفر تايم الثاني.
عم نسترجي بعد كل مباراة. لقطات الاوفر تايم افضل سكور بالجيم يلي وصلوا ل 20 نقطه ثلاثتهم خارج ارض الملعب. دوين 20 5 فاولز، 21 امير 5 فاولز، جيرار 22 5 فاولز، سايد بول علي منصور بيعطي هايك العراقجي وائل بمر لعلي منصور، علي منصور بمر للعراجي اللي بيسدد عن الآن. لا يا عراجي لا يا وائل، شو عمل شو عمل الرهيب وائل عراجي، عم يسجل للمرة الثانية عن أرك ثري بوينتس. الرياضة عم يتقدم بفارق نقطة، كان بعد عنده أعشار من الثانية قبل ما يوقعوا بالكلوك فايوليشن، قدر سجل وائل أعطى التقدم لفريقه. آخر بوزيشن ما راح تكون لحالها لا مومنتم، لانه في 19 ثانية وأربع أعشار لنهاية الجيم. بالعاده شوف سلة وائل، شوفوا تمريرة علي منصور، واو هلا سلة، واو هلا سلة. المنتصر لصالح فريق هومنتمن. رافائيل وولتر هاج بيستلم، وولتر هاج بالترافيك بروح على السله بيسجل، وولتر هاج عم يسجل وبيعطي التقدم لفريقه. وائل اخر ثواني الجيم، وائل وائل عراجي، وائل بمرر لهايك، هايك جوك شو بيكسر الطابه، الطابه لمين؟ الطابه لمين؟ فريق مدبر بيفوز، فريق مدبر بيكتب تاريخ جديد بالمواجهات بين الرياضة وفريق هومنتمن. الرياضة بيخسر أمام هومنتمن بعد فترة طويلة جدا، بعد 6 سنوات و195 يوم، بعد 2387 يوم هومنتمن بيفوز بقاعة صاحب سلام بالمنارة بفارق نقطة وبنتيجة 97-98. مباراة خرافية مشاهدينا عشناها، ما رح نتأخر عليكم لأنه طحشنا كثير على الأخبار. بدي أشكر حسن المتابعة، ما تنسوا بكرة مواجهة لبنانية عراقية، الحكم اللبناني اللي عم يمثل هو والرياضي كرة السلة اللبنانية ببطولة وصل بمواجهة بطل العراق لايف على MTV على 6